السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبد الحفيظ أحمد محمود صقر الرمحي والحاجة عيشة عمر محمود صقر الرمحي، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. حاج، كنت سألتك عن مدرسة البنات. مدرسة البنات مكونة من ثلاث غرف تقريبا، لحقوا في الدراسة للصف الثالث بس. حاجة، أنت ما درستي في هذه المدرسة؟ لا، ما درست. يعني نجاش على بكتب. كان جيل أكبر شوي. أصغر. طب مين درس من عائلتك يا حاجة؟ خواتك، بنات عمك؟ أنا وحدانية. وحدانية. طيب، بتتذكر مين كان يدرس في المدرسة يا حاجة؟ تفضلي. نظيرة أنباسي، أول بدت واحد انشراح من الليب. نعم. وبعدين واحد اسمها قمر شمية، وتجوزها الأستاذ سعيد اللي مات هذيك اليوم. من وين قمر هي؟ من الأستاذ سعيد هذا كان مدرس. سعيد من وين برضو؟ وطلع على الشام. من الرمحي؟ من نعم، دار الشام. كان مدرس لنا برضه. نعم، ذكرنا. نسيت، انا بدي اقول لك الاستاذ سعيد. نعم، سعيد وشاح كان مدرس عندي. سعيد عبد الرحمن. شو كان يدرس حاج، بتعرف؟ سعيد. نعم، يمكن هو اللي انجليزي كان. طيب، مش مشكله حاج. هلا، كانت اول شيء انشراح، بعدين قمر. اول ما كانت نظيره. نظيره ام باسم. نظيرة من أبو باسم، من رمحية. نعم، مرت أبو باسم الله يرحمها يا حاج. الله يعيش عمرك. بعدين أجت واحد انشراح من الليد للدوية. بعدين أجت قمر، هذا قمر. قمر هاجرنا بعدين. هاجر. طيب، يعني كان دائما تكون مدرسة واحدة ولا كانوا يكونوا مع بعض؟ أو لا، واحدة دائما. واحدة. أي واحدة اللي تبطل تيجي بدالها واحدة. طيب، نظيرة ليش بطلت مدامها من القرية؟ نظيرة ظلت بقت معلمة، ظلت هجرنا وهي معلمة. نظيرة معلمة كانت في المزيرة. في المزيرة بقت في العباسية، أبوها مدير العباسية. جوازها مدير مدرسة العباسية. أبوها عبد الحفيظ داود الرمح. بقى مدير مدرسة العباسية ما شاء الله. وهاجروا من العباسية، لما هاجروا على العباسية كذبنا أجوا على بلدنا. لما هاجروا أجت معلمة في البلد. طيب، البنات كانوا فقط من المزارعة ولا كان يجي من؟ لا، نفس المزارعة. لا، البلد بس. ما كان يجي ناس بنات من برا؟ لا، بس. طيب، لأي صف كانت توصل المدرسة؟ ثالث وهجرنا. هن ثلاث سنين وهجرنا لما بلشت المدرسة. طيب عمي، اللي كان منكم بده يكمل تعليمه بعد السابع أو بعد السادس؟ كان يروح على، في ناس راحوا على يافا. نعم. وفي ناس راحوا على خضوري الزراعية. وفي ناس في العباسية برضو. نعم. واللد اتوزعوا، كملوا مترك ولحقوا تعليمهم، اللي سافر على أمريكا واللي سافر كذا وكذا. اتوزعت الناس. طب مين عمي يعني الناس اللي بتعرفوهم وصلوا تعليم عالي أو تعليم يعني بدنا أسماء إذا ممكن؟ تعليم يعني عالي. هذا إيش الواحد بيفتخر فيه بذاك الزمن، إنه ناس كملت مثل كوليشن مثلا. الشباب وصلوا تعليم عالي. علي عثمان. نعم حاج، خلصوا جامعات يعني. لا، كمان علي عثمان. هذا برضو اللي هو اللي أطلع اسم رمحي، ووجدوا من الكتب وانتمت البلد للاسم هذا عن طريقه، طريق شباب اللي بجيله. لوين وصل علي عثمان في التعليم حاج؟ كان مخلص تعليم بدرجة دكتور تقريبا بالعلم. طيب، غير علي عثمان يا حاج؟ كان في الزمانات مترجم لصاحب الجلالة الملك حسين، مترجم لغة انجليزي. نعم، متوفى. طيب، غير علي عثمان تتذكر مين كمل تعليمه؟ جميل ناصر. نعم، سعيد عبد الرحمن. جميل حسوني. جميل حسوني. لا، كان ماخذ مترك وهو مطير.
مطيع ايش؟ مترك. نعم. حوالي 4-5 تقريبا. مين هم يا حجي؟ جميل، جميل اسماعيل. نعم. ومطيع عامر. وجميل ناصر. وشوقي. وشوقي. لا خلص مترك. العباسي. عبد الله الخطيب. عبد الله الخطيب. أبو عاهد. وعبد الله. عبد الله غيث. عبد الله غيث. نعم. أحسن. بس. كانوا مدرسين هذول كمان؟ اه خلصوا ضموهم لانهم متعلمين عالي في وقتها وصاروا مدرسين في البلد. طبعا ابراهيم ناصر برضو. وبن جوز سميحه منظر منصور. عبد الله عبد الرحمن منصور. جميل ناصر. هو ابراهيم. ابراهيم ناصر. إبراهيم علي ناصر. طيب عمي في حدا درس خارج خارج فلسطين راح على بيروت أو على مصر أو على أزهر؟ نعم. اللي خرج الأستاذ سعيد، هذا سعيد عبد الرحمن. نعم. وظلوا هنا في سوريا. بسوريا راح؟ توفى بسوريا. نعم. نزحوا الناس، هاجروا الناس، وكل واحد راح بلد. أغلب المزارعة أجت على عمان. نعم. لا أنا قصدي إنه راح درس بأيام البلاد يا حمد. أيام البلاد هذه المجموعة تقريبا. هذه المجموعة. ثمانات أيام بس. طيب علي عثمان تتذكر وين كمل تعليمه يا حاج؟ داخل فلسطين ولا خارج فلسطين؟ والله يعني هذا كان النابغة في العلم والتعليم. بس دراسته ما بذكرها أنا وين. نعم. صح. يعني أنا جيل صغير بعرفش. ابن خالي بكون. تعالوا هنا حجي صح الأمور. تعالوا. طيب حجي بدنا نسأل أو ننتقل لموضوع آخر، نحكي عن الحالة الدينية في القرية. الحالة الدينية. الدينية كان في عندكم مسجد ولا كان أكثر؟ كان فيها مسجد أمه ما يقارب 200 طالب شخص. بناء قديم، مسجد قديم. صح يا حمد. على ما أذكر درسنا في سنة لما بنوا المدرسة، جددوا المدرسة وبنوا 3 غرف فيها. نعم. مين درسكم في الجامعة يا حاج؟ الجامعة؟ نعم. هم الأساتذة دول نفسهم. أنا بذكر كنت صف ثالث تقريبا. رابع. طيب حجي بس مسجد واحد كان في القرية؟ مسجد واحد. وين كان موقعه في القرية؟ في وسط البلد. طيب قديم يعني عمري ولا؟ عمري تقريبا. بناء كواس. نعم. قديم. حجر. طيب في ميدنة أو قبة؟ لا بدون ميدنة. قبة إلو. فيها محراب و. نعم. مصر. طيب من إيش مفروش يا حج هذا الجامع؟ حصر. حصر. وسجاجيد. طيب كان في مغاسل، حمامات، متوضأ مثلاً؟ كان في بير مية في ساحة المسجد. نعم. وحمام خارجي. نعم. والوضوء يتوضوا في محل وضوء. طيب غير يعني البناء الداخلي كان يوجد بداخل المسجد سدر كبير جوا الجامع، باب المسجد. نعم. طيب كان في مساحات مع الجامع حجي؟ كبير، ساحه كبيره. تهويات يعني؟ نعم. في جنب وانت باب المسجد على شمالك في حوطه تقريبا 10x4 وسعها هاي. نعم. وامام المسجد في حوش كبير، ساحة مبلطة، حجر كبير، والسدرة هاي اللي بذكرها والاختيارية كلها قبل الصلاة تحت السدرة باب المسجد. طيب حجي
يخرجوا يطعموا للي يجي. كان الضيف لما يجي كل البلد تخرج، كل واحد يطالع من الصلاة يروح يجيب من بيته، من بيته الضيف اللي بيكون جاي من برا، من برا ونام بالمسجد برضه يجيبوا له هواء، فكان كلها ساحة. يا بروح على ديوان اللي راي عليه أكثر في الساحة. طيب عمي بدنا نسألك عن مين كان مؤذن في الجامع ومين كان إمام؟ الشيخ يوسف الخطيب. يوسف الخطيب مؤذن ولا إمام هذا؟ مؤذن وإمام بعض حالات. نعم. في مؤذن طيب؟ في داود نمر. نعم. داود نمر رمحي. مين كان يؤذن برضو؟ طيب يوسف الخطيب كان رمحي ولا؟ آه رمحي. منا من دار سكر. دار سكر. طب كانوا يتقاضوا أجر ولا بدون أجر يا حاج؟ لا بدون أجر. طيب حجي هذا المسجد كان تابع لدائرة الأوقاف ولا للأهالي؟ أنو؟ المسجد. لا للبلد بس. للبلد. آه. ما في أي جامع آخر يا حجي في المسجد؟ لا. طيب حجي بدنا نسألك إذا كان في مقامات لأولياء صالحين. في النبي يحيى. نعم. غرب البلد، الغرب الجنوبي يعني جنوب الغرب بين كولي. في الزاوية جاي بين الجنوب والغرب بين كولي وبين بلدنا على طريق كولي. نعم. قريب من الاسفلت. نعم. بس في النبي ثاري في أرض المجدل والمزارعة، هذه كانت جنب النبس تقريبا. نعم. طيب النبي يحيى كان في ناس يقوموا على خدمة هذا؟ لا كان مهجور. مهجور. آه. طب شو بالضبط هو المقام؟ المقام بيقولوا عزما يعني مقام للنبي يحيى. نعم. بس في اليهود عم مغيرين اسمه. احنا بنحكي عن ايامكم يا حاج. ايامنا النبي يحيى بنعرف. النبي يحيى. اه. طب كان عليه يعني بناء؟ مبني حجر احجار قد هالبقى. كيف قلعة الربد هيك جاي؟ نعم. زي تقريبا. بس مصغر. كنا نفوت داخل في وسعة ونطلع بدرجات في زي فستقية غرفة ونوقف فيها ونتفرج وكذا مرفوعة على درجات جاي. طيب كان هذا المقام مجلل بأقمشة ولا؟ لا بدون أقمشة. بدون. بس حجار. حجر كبير روماني. الحجار الرومانية كل الحجار كبار وعمدان. تقريبا كغرفة واحد شفته أنا 10x10. طب كان مزار عمي ولا؟ لا ما كان مزار. طب النبي ثاري؟ النبي ثاري هذا برضو كان هو بعيد عنا تقريبا، يروحوا له بعض الناس والمقربين من جهة المنطقة هذه. يوم الجمعة في النبي ثاري. النبي ثاري يزوروه ويضبوه وبعتقدوا انه ما من الاولياء الصالحين. بعدين عليه قبة وعليه مؤسس يعني بنا قديم بس مؤسس. نعم. كان نروح نصلي في يوم الجمعة. فت في مرة أنا مفروش كان. مفروش. طيب عمي كان في عندكو زوايا في القرية؟ لا. زوايا لا. أبدا. طب كان في ناس يدقوا العدة عندكو يا حجي ولا لا؟ في عائلتين كانت. مين هم؟ دار المجدوب. ودار غيث. شو خدوا؟ هذولا من دار أبو سكر، من دار سكر. لأي طريقة كانوا يتبعوا يا حج؟ في المقبرة عليهم مقبورين وعليهم شملات وقبورهم عالي وبكون روح اللي تتعوق عن حد تروح تطنب عليهم أيام البداوي. وبعدين هذا على مين حج يطنبوا؟ عليه هذا الشيخ يروح على الشيخ ودار المجدود اثنين هذول كبار قبورهم كانوا يشهروا قبورهم وظاهرين في المقبرة انه قبر فلان وقبر فلان. وصدق انا رحت على الضفه جديد يعني إن من دون المقبرة ما هن مهددات. اليهود هدمت نص المقبرة كلها، هذا القسم هذا موجود اليوم. الشيوخ ظلهم. طيب العدة شو اللي كانوا يستخدموها لما يدقوها؟ الكاس هاي. نعم. كاسين كبار يطقون ببعض ويهللوا وفي أعلام كبار. أعلام دار مجدوب وأعلام دار غير.
طب هذول كانوا الناس تخشع لصوت الكاس. طيب العلم يكون مكتوب عليه شيء معين؟ العلم قسم منه أخضر والباقي أبيض يمكن. أخضر وأسود. المهم أخضر وأسود في النص. علم دار المكتوب علم دار الشهيد. نعم. والكاس لما الدنيا الكاس زي هيك ما تمطرش. كانوا يطلعوا يستغيثوا في الليل. في الليل الكاس وروحوا على المسجد. روحوا على المسجد يصلوا. علي زي علي صلاة الاستخارة. الاستخارة. يروحوا يتنظروا علي على هذولا. أنا شفتهم كل المقبرة رايحة الشوارع إلا القبرين هذول. رحت يعني قريب. طيب بأي مناسبات غير هذه مناسبة الموت مثلا شو كانوا لما كانوا يدقوا العدة لأي مناسبات حجي؟ بس هذول المناسبات. إلهم العدة عدتهم يطلعوا لما يموت واحد منهم. لما لا موت إشي كذا ما كانوش يطلعوا. للشتاء لما ما تشتيش الدنيا طلعوا العدة. استغاثة مطر كذا. طيب خلينا نسأل عن الوضع الصحي في القرية يا حج. الوضع الصحي كان في عندكم عيادة أو طبيب؟ لا كانت العيادة عند المستعمرة هاي. عم لبسوا كمان. يركبوهم الله يعزك على الحمير. نعم. ولا إذا بتكون في سيارة إذا بكون مختر ولا كذا ينقلوه على وعلى يافا برضو إذا بده عملية. أنا عملوا لي عملية حصر البول في يافا. في مستشفى البلدية. مكان عزحاق يجيبوا زحاق يجيبوا هذه ام يوسف واحدة دكتورة يروحوا عم لبس يطلعوا من ملبس عيافة. انا ذاكرت مستشفى يافا مش رايحة من بالي. شو هي عم ذاكرة؟ وجامع حسن بيك القفل اللي شفته كبير مدور قبل ما يهدموه مش مهدوم. القهوة اللي كانت جنب هذا متذكرها لما كنت عمري 12 سنة. مايش مهدوم يا اخوي رحت شفناه. القهوة اللي جنب جامع حسن بيك كان. جامع حسن بيك روحت في 73 انا رحت على يافا. يافا كانوا يهدوا بالمنشية. طب عمي انت تعالجت في المستشفى البلدية في يافا. كنت صغير. شو كان حصر بول؟ حصوة في البول. حصوة في البول. طيب في حدا يعني تعالج غيرك في المستشفى من ابناء قريتك يا حاج تتذكر؟ هي هذه يسرى شو اسمها؟ ام جمال. ام جمال مصطفى ربعها. بدعمك الحركة. حركة ايدها كاب بالمية. كنت انا وياها سرير وسريرة جنب بعض كان. كان ايامها قروش وتعريف هذه من ايام المستشفى. عملتنا في فلسطين كانت قروش وتعريف مخزقة من النص. كل ما يجيبوا لي اكمل قرش اشكهن زي مسبحه ومحطوطات جنب التخت. نعم هذه ذكرياتي انا يعني كنت واعي برضه. تتذكر مين الطبيب اللي عالجك عمي؟ الدكتور دجاني يمكن الله يعني. فؤاد ولا زهري؟ فؤاد الدجاني ولا فؤاد الدجاني هو عيون كهربا كتبه. لا العمليات في يافا كانوا في البلدية. طيب عمي ام يوسف يهودية والدكتور اسحاق يهودي. طيب كان عندكم عم يصير ملاريا او تيفويد او كوليرا او كانوا يجوا يرشوا في اعساب المعسكرات؟ نعم يرشوا ضد الملاريا في معسكر راس العين في راس العين المي هاي. بتذكر في ماسورة كانت تسحب على القدس من نفس النهر. نعم نهر تابع لأرض المجدل والمزيرة والمناطق دي كفر قاسم. طيب إذا كان حدا بده يحتاج طبيب يا يافا يودوه. نعم يا علاج بسيط عيون كذا على المستعمرة. طيب عم الطب العربي او الطب الشعبي كان متبع في المزيرعة؟ كان متبع في كان واحد اسمه عبد الفتاح محمود عبد الفتاح هذا كان يجبر المكسور لو انه فتفت يجيب صابون وبيض يجيب له في بعضه ويجيب شاش ولف الايد الكسر ويجبر بعد شهر نص شهر يعني يرجع زي ما كان. اسمه محمود عبد الفتاح الرمحي. الرمح.
طب كان يتلقى اجر عمه ولا مجانا؟ لا لا مجانا. مجانا. والحجه ثريا دكتوره مين كمان واحد؟ حجه ثريا شو كانت تشتغل يا حجه؟ هي دكتوره نساء كان. نساء تداوي حبل وتداوي ادويه وتداوي بعدين اللي يطلع بك خلع ظهر كذا شيء كانت اللي يعني يقولوا سرطان اليوم بكت الدوي الثدي التكوي وتبخروا بكوش يقولوا سرطان بكوش هذا تحطوا في غرفة وتبخروا تقعد أسبوع ما حدا يفتح عليه الليل الحجة ثريا من دار المجدور منها نعم طيب كانت تتلقى أيضا أجر ولا مجانا؟ لا مجانا طيب كان عندكم داية يا حجة؟ داية سنتين لا في ليكا الحج ليكا وهي حج ليكا وثريا المجدوب وخديجة أمارة إسماعيل العامر لا هذيك وقت هيك ولا مين؟ لا وقت هذول سنتين سنتين الحج ثريا والحج ليكا هذول نحن ديات قانوني من الحكومة من قبل الحكومة طيب كان في عندكم حدا يكوي في النار يا حجة؟ كوي؟ حجة ثريا؟ كوي هذه حجامة هيك شرش النساء نعم لما أنا يعني ما شفت حالي إلا رجلوك فكوت لي إياها تحط كاسي هيك و لا نار قدحة هي هي هالكتاب في ربيعة كانوا يستعملوها قدحة تولع هي هذه اللي كانوا يحطوها تحطها محل هذا يا سيخ مسمار طبعه هيك نقر بس تحطه على البرو على البابور تاسير احمر وتقول فيه نعم طيب كاسات الهواء عمي او خالتي في كان واحد اسمه شهادي شهادي الحسن كان برضو يخرج دم فاسد من الاجر شطب تشطيب كان حلاق برضو يحلق لنا واحنا طلاب يشطب شطب صغير ويصير يطلع دم اسود وبعدين يسكر عليه ويطيب الواحد طيب استخدمت طاسة الرعبة يا حجة؟ كثير عندي هي كثير ورصاصة عليها شو رصاصة يعني؟ رصاصة بنعملها للي بنصاب بالعين أنا بنتي غمض عينيها وما خلت دكتور من حد ما سوت لها رصاصة طلعت بخرت طيب الخرز الأزرق كنت تستخدمه؟ بس بطل اليوم نعم طيب عظمة الذيب استخدمتوها؟ عظمة هاي اللي في الرقبة كانت نعم من الكحة من الكحة عظمة صغيرة معلقة بخير كبيرة كنت عدة أولاد في البلد شفت نعم جبناها لتيسير عظمة الذيب هي اسمها عظمة الذيب طبعا خالتي كانوا الناس يشتغلوا بالحجب والشعوذة لا الحمد لله والله ما عمرنا شفناها طيب التخريج التخريج بخ انا كنت تخرجي انت انا بيجوني ولد مش هذا بيجيبوا لي والله من الشنر اجت وانت في البلاد ولا بعد ما طلعتي كيف كنت تخرجي يا حجه قرأت قران بس اقراي لنا يا حجه شو كنت لما بدك تخرجي واحد وكان يعني اللي يعرف ان كله الله واحد كله رب الفلك بكيت هذا اقرا الولد سبحان الله يعني الايه القران اللي اعرف اقرا عليه تسبيح ودعاء ومن سوء الولد وشوية ملح نحسن شمس كون لا سبحان الله طيب واركع بنفع اولادي دون مفرجين ولد 14 في مستشفى المقاصد رمض نعم ابني مثلا جابت لي شوف نعم 14 وزي شوف سبحان الله جابت لي حوضت عليه واللي حطيت له تخصبوني حيو دكتور اقبل ان شاء الله اولادك الله يحييك يا بذكر كان يجيبوا غريزي وحطوا صابون ولا ايش لا هذه على السرة على السرة بكينا اللي مجد يكون مفري واحد شالع ولا كذا يظل يصيح بالليل فانا هاي بذكرها واحنا في عمان
جابت بريزة ورجعتها وطاب. أخذناها على الدكتور ما عرفلوش هي سواكين. هذه البدوية اللي بغت تعمل إنه واحدة حرانية كانت. بدوية. المهاجرين كانت. هذه برضو كانت طيبة. بقول لك يعني وهي صار دكتور. ما شاء الله. طيب كان في عندكم طاهر يا حجي في القرية؟ كان. في. مين هو؟ حلك. هو شهاد الحسن. شهاد الحسن. كان يتلقى أجر مقابل. والله. أنت مروق. كرمية. كرمية. والدايات كانوا ياخذوا فلوس يا حجة؟ ليرة. فلوس وصابوني ومش عارف ايش. صابوني وغدا لما تيجي تتغدى مكلة وزي ما تاكل الداي الوالدة تاكل الداي. بس ليرة بقى. ما الليرة كانت تسوى عنا 10. طيب سالة كان يكون عندكم حصبة يا حجة تمرضوا بالحصبة؟ كثير كان يصير. حصبة وموت. وجدري كمان. حصبة وموت وجدري طيب حجي بدنا ننتقل لموضوع آخر وبرضو الحجة تركز معنا شوية في موضوع المياه مياه الشرب. أنا بوعاها المياه. كان في عندكم شبكة مياه ولا نقل؟ البداية كانت من الأبار. الأبار. أبار الأمطار. نعم. كل عائلة لها بير مختص. بير جمع. يعني حمول الدار صقر تروح على بير مخصص لهم. دار وشاح بير لهم. كذا كانت موزعة وما فيش مشاكل. نعم. يعني حتى لو كان واحد من عائلة هاي يروح على البير الثاني ما ينسائل ولا يملي تملي وتروح. كانوا جرار يحمل النساء عروسة جرار فخارية. فهذا الحياة. بعدين كانت جلان يجيبوها من المعسكر راس العين. جلان اللي بتتعلق بالجبال. نعم. عبيها مية من البيارة. كان بير نبع في أرض البلد بين سكة الحديد وبين السكة هاي اللي تحت البلد. نعم. هذا نبع كانت تشرب منه كولي المزارعة رنتي برضو بعض أوقات. لا هي لبلدنا إلنا. نعم. يعني كانوا كان يأخذ على كل بيت 5 قروش ولا 10 قروش في الشهر. هذا مشان الديزل ولا. لا مشان الناطور. كان في حارس على البير. مين هو يا حج الناطور؟ الناطور. الناطور. عبد مصطفى عبد. ومين قبله؟ لا بيش هذا وذيب يمكن شو اسمه هذا؟ لا لا عوض الربيب. لا والله غير يوسف العقوب يمكن عرفش. المهم هذا اللي بنتذكره يعني. طيب أبار الجمع عمي أبار الشتاء يعني قصدك إنه دار الشاح لهم واحد بس بير واحد؟ لا لا بيع عدة بيرين ثلاثة لكل حمولة. هو بير واحد بكفيش صحيح. لا الدواء البيار كان يسكو المواشي ويسكو طب البير النبع هذا كان برضو هذا كان يكفي لكولي والمزيرة. اها. كولي تيجي تشرب من البير هو لا بلدنا للمزيرة. طيب البدو العرب اللي حواليه كان يجوا يشربوا منه برضو هذا البير؟ كانوا كان من البيار ومن هذا كان. نعم. لما هاجروا من محل قبل ما نهاجر كان في محل جهة ال جهة الخليل جهة الخليل و لما محلت البلاد في 47 كلهم أجوا أهل السبع كلهم أجوا على المزارعة وعلى كولي وعرنتي وغنمهم وكذا وبيوتهم وبيوت البلد كلها أعطوها لهالناس اللي أجوا. نعم. ومعهم خيامهم كانت. طيب حاجة كانت وطوابيننا كانت يستعملوها برضو. نعم. الطابون للخبز. كان عندكم برك يا حجي في القرية؟ في برك مهجورة كانت بين البير المي بير النبع وبين حوز المدرسة. برك مبنية من زمان بريطانيا. طبعا المياه بشكل عام كانت مياه نظيفة ولا كان فيها علق أو ديدان أو؟ لا علق ما في. المية تغيرت بلدنا كأنها مية زمزم. مية الشرب تبعت النبع كويس. كثير كويس. نعم. طيب نعم سالت لا لا والله راسي واجهني والله يا حد سلام اجيب لك حب الدواء. لا شربت انا اشرب. طيب حجي لك السؤال. تفضل. المي انت نشلتي مي من الابار للبيت؟ نشلت ومليت على راسي. شو كنت تستخدمي وعاء للموضوع؟ جرار نشترين فخار. بكينا هذا احنا بكينا بنات عشان بنات ان شو الحوايج نسويها محرمي.
من كثر الغيب، وتبقى الجرة محنية تقول عنها كلبت. طيب عظيم. وفي البيت حجة كيف كنتوا تخزنوا المي في البيت؟ عندنا براميل. براميل عندنا براميل، أما للشرب جرار. جرار وزير. نعم. طيب مية نبع، أما اللي مية البيار للدواء. طيب غسيل الملابس وين كانت يتم يا حجة؟ عند في البيت. في البيت. ما كنتوش تروحوا نفس على نفس بيت؟ لا نفس بيت صاحب البيت. في بيت بقينا. ينشر في حوش. في حوش ننشر عندنا حبال. طيب ما كنتوا تأخذوا أحيانا بعض الملابس على الأودية على؟ لا لا لا. 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 نملي عروسنا ونحط المي عندنا ونغسل في بيتنا. نعم. كانت بيار ارتوازية كثيرة في البلد. في البلد بيار وكراب. نملي هالبراميل ونغسل منه. على الحطب. طيب. الحطب بكير نغسل. نعم. هل بدنا نسأل عن الإنارة يا حاجي؟ الإنارة ما كان في كهرباء. أبداً؟ جيران كل اليهود كان في عندهم كهرباء؟ كان عندهم. بكت بلدنا تنظم من الملبس. حتى ماتور البيارة كان ماتور. نعم. ما مش ممدود له كهرباء. الديزل. ديزل منويل اللي يدوره. نعم. ويعبي البركة. طب كيف كنتوا تضووا على حالكم يا حاج؟ لمضة. الكاس ضو كاس. لمضات نمرة كم؟ أربعة واثنين. وفي تلاك. في فوانيس كمان. نعم. فوانيس وبعدين في لمضات. ثنتين تبكي أخرى طلعنا لنا. نعم. لوكس الشمبر استخدمتوه يا حجي؟ لا لوكس بكامل الشمبر. كنا نستعمل. نعم. نستعمل. طيب. لما تكون الواحد عنده ضيف وشين ولا الأعراس كلها كانت على اللوكسات. على اللوكسات السعجات. نعم. بلدنا بكت راكي. والله راكي عشان كمنها راكي يا أخي. لا بلدنا يعني لو ضلت أخرى شوي صار فيها جامعة. الحمد لله. المدارس يعني كل بقول لك 11 قرية اللي بكان يكرم في بلدنا وعملوا تبع الدجاج تفكيز ما جبناه هذا. طيب انتوا كنتوا تستخدموا للتدفئة يا عمي؟ حطب. أيوة حطب. حطب. وللطبيخ يا حجم؟ بوابير. بوابير كاز. بوابير كاز. شو نوع البوابير كاز؟ بريموس. صناعة وين؟ سويد. طيب استخدمتوا الفحم يا حجي؟ فحم قليل اللي كان أرقله فيها كم من اختيار كانوا على الأرقيلي. قليل تأرقلي أنت يا حجة؟ أنا مش أرقيلي أنا بس على خلفها كله بأرقل بناتي. طيب سيرين شوف التلفون ولي سكري مخلص. طيب عمي الحطب مين كان حطب، النساء ولا الرجال؟ لا يا سيدي فلاخ انا كانت في احراش شرق البلد. نعم. تروح الحريم تعمل حزم قدر ما بتقدر الثقل تنتعوا من محل الحرش للبلد لحوش البيت. شايف كل الشغل عليهم كاين والله. الله يعينهم. كانت أيوة. انا اللي هي اللي تجيب المي وهي اللي تجيب الحطب وهي اللي تطبخ وهي ايه. مين هيك؟ كلها في حديث ما مين هيك؟ خلص حجة خليكي معنا انت. طيب حجة التدفئة كانت على الحطب والطبيخ على الحطب. طبيخ وصلنا بوابير. بوابير اسف. طيب شو ادوات المطبخ يا حجة كانت؟ طناجر. شو؟ ألمنيوم. ألمنيوم ولا نحاس يا حجة؟ لا ألمنيوم. أنا وعيت بقايا بواطي خشب. نعم خشب. بواطي خشب وسطول الغسيل برضو زينقو. زينقو. والطناجر. طناجر فيه كانت فخارية تكون هذه الكدري. كدري أذكى من أكلها فيش. وبرضو صحون كانت فخار بس الصيني دخل على البلاد قبل 4-5 سنين تقريبا. صار صحون و نعم وخزاين للمطبخ مش عارف كذا. هذا كله في المزارع كان؟ في المزارع. ما شاء الله. عندنا خزاين بكت للمطبخ واللي تتجوز تشرط على العريس يجيب لها كذا. وبيت منفصل كذا اشي.
احنا في بلدنا لو ضلت شوي وشرت عليه اجيب لها خليها لا لك لك خليها انا عندي خليها تشرت عليه اجيب لها شد طرابلسي راح نجي على العرس على كل الاحوال اهلا وسهلا طيب الكاز عمي من وين كنت تشتروه؟ كان واحد اسمه احمد عبد المجيد نعم يجيب الغاز من فارسيركن من غازيات المستعمرة نعم على عرباية نعم ووزعوا في البلد بالتنكي تنكي 20 لتر كانت مختومة؟ كانت بعشرين قرشين كان ياب عشرة مختومة تكون؟ كيف؟ مختومة يعني؟ لا يدير التنكي عيار معه اها معيار 20 لتر هو عليش بشيله على سيارة ولا على عرباية مع بغل عرباية بغل على الخيل نجيب طنبر من كفار سيركن طنبر ووزعه على البلد ممتاز هو من أبناء القرية ولا من من أبناء القرية من دار أبو شم نعم طيب عمي لو بدنا نسأل عن أصحاب الدكاكين كان عندكم أكثر من دكانة؟ كان في كنت كان عندكم دكانة أنتوا يا حجي؟ تفضل يا حجي دكان أحمد وعمر محمود الصقري نعم كل كرة معهم أنت ما أنا بعطيه مو نعم. موس وين كان موقع هذه الدكان في نص البلد نص البلد نعم دكانة داود مصطفى أحمد الدكانة كانت في الجميع نعم داود مصطفى وين كان وين بين طريق الساحة المسجد وبين الدكان تبعنا نعم يعني برضو وسط البلد يعني نعم برضو وسط البلد يعني مسافة 50 متر بس نعم دكانة علي داود كان هذا يبيع أقمشي وشبه مواد تموينية وين كان دكانته عمي؟ كل القراب على بعض يعني كل بين نعم. مسافة ومسافة 50 متر 100 متر نعم بعدين دكانة يوسف الشجر في حارة دار أبو شمع يعني جنوب قصدك؟ جنوب بعيدين هو مشان يذكر عنه نعم نعم مين كمان دكانة وعيدة كان بقالة علي البكر في قرب الساحة قرب المسجد عند الساحة وإحنا كربين على الساحة ودكانة إبراهيم الخطيب فتح فتحها محل الديوان اللي بنوه داره نعم بدك كمان اذا في كمان ضروري والله حاج ضروري خلص بدك في داود والله لا والله هني بس طب شو كانوا بيعوا هذا الدكين عمي مواد تموينية رز سكر مشابك شعر كذا ادوات خيطان مواسير خيطان ملبس حلويات حلكوم كله مشكل طب من وين كنتوا يعني اصحاب دكاكين نلد ويافا تقريبا نعم انا كان ابن كان اخوي اكبر واحد هو عمي يروح يجيبوا البضاعه من يافا ومن ملبس ومن ملبس ومن نلد شو كانوا يستخدموا وسيله نقل البضاعه نقل الباصات باص ينزل تحتيه البلد على السكه يجين جمال يحملنا يا سيارة البيك اب وحملوه لفوق البلد طيب عمي ما كان دكانتنا احنا خضرة كانوا يجيب برضو طحين حياة طويل كل شيء أعلاف ذرة شهية كاسة سمك يجيب ما شاء الله بك حياة طويل بس كله ديون طلع الديون للبلد طلعنا ديون ما يقارب 800 دينار ديون على أهل البلد. أنا السؤال الثاني هو هل كان يعني في حاضر دين؟ في. توجد عندنا دفاتر مسجل فيها أسماء البلد اللي كانت تأخذ دين. نعم. طب كان في ناس يبدلوا مبادلة يا حجي؟ لا. لا مبادلة لا. كله بفلوس أو. كانوا يأخذوا ديون وفي رواتب آخر الشهر يأخذوها من المعسكرات كانت كل شباب البلد تشتغل في المعسكرات. معسكر بيت نبالة معسكر راس العين تلت شو اسمه كفار سيركن شو اسمه تلت فنسكي هاي تلت فنسكي نعم تلت فنسكي
هذول موزعين يروحوا يشتغلوا ويرجعوا العصر يرجعوهم بالسيارات تبعت المعسكرات. هجرنا وراحت. طيب بس سامحوهم يا حجة. الله احنا سامحنا من زمان الحمد لله. الله يسامحهم والحمد لله. طيب مبادلة عمي ما في؟ لا كله نقد. نقد. طيب كان في عندكم مقهى يا حجة او اكثر؟ في مقهى صار ثنتين حتى. نعم. مقهى ابراهيم احمد ابراهيم واخوانه دار فطة القهوة وقهوة شو اسمه اللي في دار الشبح قهوة ابو عادل الشبح عبد القادر الشبح كبيتهم نادي طيب شو كانت هذه المقاهي عم تأدي خدمات؟ شاي كذا يلعبوا شدي في راديو فيها؟ في راديو يعني لما تكون نشرة الأخبار الساعة 9 اللي ما كان في راديو كان نعم. في حوالي كل ديوان في راديو تقريبا نعم وكل قهوة فيها راديو تتجمع الناس تسمع الأخبار طيب الراديو على بطاريات كان هذه المقاهي عم وين كان موقعها؟ القهوة كانت تحتي بين المدرسة وبين الساحة بين المسجد طيب مقهى إبراهيم أحمد هي هاي اللي بنانا هو كان يشتغل إبراهيم وأسعد إخوانه اشتغلوا إخوان كانوا مع بعض ومقهى عبد القادر الشبح نعم هذا كان لما اجى من يافا كانوا ساكنين بيافا نعم فتحها فترة وحولوها لنادي للبلد نادي رياضي ومن هنا الشغلات دار ونادي نادي وبك ملعب لبلدنا يجي يلعبوا هو نادي للرياضة والمباريات مع الكرة غير المقهى أنا قصدي بدنا نحكي عن المقهى الأول والدوين طب مقهى عبد القادر برضو وين كان موقعه؟ مقابل الديوان مقابل قريبة على القهوة الأولى نعم طيب الراديو بس أخبار كنت تسمع عليه ولا إشي ثاني يا حاج؟ بس أخبار أغاني مثلا لا كانوا يسمعوا الأخبار وروح طيب المقاهي كانت ليل نهار ولا بس في لا يسكروا للعشرة تسعة بالليل بعد ما يسمعوا الأخبار الناس تروح شباب بكوا تذكر مين كان يشتغل في المقاهي كمان؟ هم بس أصحابهن؟ هم إخوة مع بعض نعم بس أسعد وإبراهيم و محمد علي نعم ومحمد علي سبعة إخوة هذول نعم طيب عمي كان يصلكوا جريدة للقرية؟ كانت تيجي مع الباص كل يوم المساء شو اسمها الجريدة اللي كانت تصل لحمد؟ الدفاع ولمين كانت تصل هاي الجريدة؟ مين كان يشتريها؟ كانت يتجمعوا باب الدكان تبعنا نعم اللي هي بيقولوا لها الله يعزك ده البغلي كان حيط استنادي هذا لبيت رومي بيت رومي كبير نعم والحيطة هاي من خوف ما ينهد البيت مسمينها البغلي فيتجمعوا الناس ييجوا يتجمعوا مشان الجريدة في واحد اسمه يوسف محمود الحج يوسف يقعد على الكرسي ويصير يسمع يقرأ الجريدة من طق طق لسلام عليكم عظيم ومع الراديات طيب بعد إذن حضراتكم بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله حياكم